جولة ثقافية وفنية لليوم منبلشها مع بيت بيروت. بيت بيروت أو هالمبنى الأصفر يلي كلنا بنعرفه الموجود عند تقاطع السودكو بشارع الخوري ويلي شهد على الحرب اللبنانية وهو بيمثل ذاكرة بيروت المعمارية، رح يرجع يفتح أبوابه أمام اللبنانيين بكرة الأربعاء ليصير متحف لذاكرة بيروت ومركز ثقافي للفن الحديث. رح يستقبل بصلاته ومسارحه أعمال للفنانين، رسامين، نحاتين، موسيقيين، أدباء وشعراء، وذلك من بعد انتهاء أعمال الترميم يلي استمرت 7 سنين ويلي بلغت قيمتها 18 مليون دولار. فنية إلى حضور مهرجان الفن في خدمة الجمهورية بكرة الأربعاء الساعة 5 بعد الظهر وذلك بقصر اليونسكو، ورح يتضمن الحفل كلمة للجمعية ونقابة الصحافة ونقابة نقابة الفنانين المحترفين، نقابة ممثلي مسرح السينما والتلفزيون، نقابة الموسيقيين، نقابة الفنيين السينمائيين ونقابة الشعراء والزجل، ويختتم المهرجان بلوحات فنية وعروض غنائية. لكينا رح منتابع مع مواعيدنا. وليد مسلم رئيس المعهد الوطني للموسيقى بالتكليف بيدعي إلى حضور أمسية موسيقية بيتخللها معزوفات لفيليمون وهبي، بليغ حمدي، زياد الرحباني، محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش وإبراهيم فرشوخ. الموعد اليوم على الساعة 8 المساء بمسرح بيير أبو خاطر بالUSG. رح نرجع للخبر الأول بما أنه كان في عطل تقني يمكن ما طلع الصوت بأول الخبر. كنت عم بقلكم عن بيت بيروت، هالمبنى الأصفر الموجود عند تقاطع السودكو رح يرجع يفتح أبوابه مرة جديدة أمام الجمهور. لكن الخطأ طلع بالخبر الثاني يلي ذكرته يلي هو لجمعية عطاءات فنية يلي بتدعي إلى حضور مهرجان الفن في خدمة الجمهورية. موعد المهرجان بكرة باليونسكو ورح يتضمن مجموعة من الكلمات لمجموعة من النقابات الفنية بلبنان. رح منتابع مع مواعيدنا والثقافية والفنية وتحديدا إلى مهرجان بايبود يلي فعاليته ما زالت مستمرة. عنوان للعرض الجديد بيحمل عنوان Untitled I Will Be There When You Die للكوريغراف الإيطالي أليساندرو سكياروني. الموعد ب 28 الشهر على الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح المدينة. ومنتابع مع المهرجانات الفنية ومهرجان الربيع ببيروت يلي بيفتتح فعالياته ب 28 الشهر، والافتتاح رح يكون مع عرض راقص بعنوان سيركل أكتوبر فيرست ريتشول لفرقة LDTX الصينية. هي فإذا رح تفتتح هالمهرجان يلي بتستمر فعالياته لغاية 26 أيار. الموعد على الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح دوار الشمس. جولتنا وصلت لختامها، رح ناخذ فكرة أكثر هلأ عن حركة السير بهالأثناء مع جوال. المعاون وائل مخلوف معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير، ومعه بناخذ فكرة أكثر عن حالة الطرقات رغم إنه اليوم المدارس بإضراب، ما بنعرف كيف رح بتكون حالة الطرقات. مرحبا. صباح الخير، كيفك؟ الحمد لله، يعطيك العافية، تفضل. الله يعافيكم يا رب. بالنسبة لحركة
السير عنا حركة تقريبا ناشطة ضمن نطاق جوني باتجاه نهر الكلب، بتصير كثيفة تقريبا من دبي باتجاه مونتليس وصولا لنهر الموت. كمان على أستراد الدورة أستراد الكارنتين عن حركة سير كثيفة باتجاه بيروت. المسلك الشرقي كمان على أستراد الكارنتين عم يشهد حركة سير ناشطة إلى كثيفة باتجاه نهر الموت. بالنسبة لمدخل بيروت الجنوبي عم يشهد حركة سير كمان كثيفة من الأنفاق خلدة، من خلدة باتجاه الأنفاق وصولا للمدينة الرياضية، جسر الكولا، نفق سليم سلام، وسط تجاري بيروت. المدخل الجبل من البقاع باتجاه صياد عنا حركة سير ناشطة دون أي حركة كثيفة. بالنسبة للطرقات الداخلية ضمن مدينة بيروت عنا البولفار سن الفيل عم يشهد حركة سير ناشطة، بتصير كثيفة تقريبا على الصالومة باتجاه الحيك وصولا لجسر الواطي. كمان عنا من الحبتور باتجاه الشيفرولي عنا حركة سير ناشطة. كورنيش المزرعة عم يشهد حركة سير ناشطة، ما في عنا كتير ضغط سير قوي عليه. هيدي بالنسبة لحركة سير. بالنسبة للحوادث خلال 24 ساعة سجل عنا 10 حوادث. 10؟ لا، خلال 24 ساعة سجل عنا 10 حوادث قتيل و20 جريح. وبالنسبة لمحاضر السرعة الرادار تسجل 822 محضر سرعة. هيدا كل شيء بالنسبة لحركة سير. شكرا لك المعاون وائل مخلوف، يعطيك العافية، بنحكيكم أكيد بكرة. بريك جديد بنرجع من بعده.